تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات. فقالوا هذه فكرة قوية جدا جدا جدا، هذه أنا بدي أعمل فيها بحث. قالوا إنه فكرة إنه ناس بخرج لنار جهنم هاي فكرة يهودية مذكورة بالقرآن، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معلومة. قال بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهمتوا إيه؟ رد هذه أنا بعدين بدي أعمل فيها بحث الصراحة، لأنه تكاد تكون إن هي الحق. وشو انعكاس هذه على المجتمع اللي بيعتقد بهذه العقيدة؟ المجتمع بيكون صالح. يعني هاي بدها دراسة. إذا قالوا إنه هذه فكرة يهودية، والقرآن ما في نص واحد بيقول إنه اللي بيدخل النار يخرج منها، كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا على النار وما هم بخارجين من النار إلى آخره. قالوا إنه ما في نص، وإنما أتت هذه الفكرة من الحديث. هذا بده دراسة. هذه اجت فكرة انه ناس بده يدخل النار ويخرجوا منها، اول اشي فكرة عن اليهود مذكورة بالقرآن، وثاني اشي القرآن ما في ما قرر ان هناك ناس يدخلون نار جهنم ثم يخرجون منها، وانما قرر القرآن ان دخول ما في خروج، ما في قال نص. جاءت هذه الفكرة عند المسلمين قال من السنة، والسنة هذه قالوا هي احاديث اسرائيلية. وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق. أدخلنا رغم أنفع في هريرة إلى الجنة، وإن زنى وإن سرق. هذه الحقيقة إيش أثرها؟ هاي العقيدة في الحياة. أثرها إنه اللي بيعتقد إنه عامل الكبيرة بده يدخل على النار ويخلد فيها إن مات. طبعاً مش إذا تاب، إذا تاب خلاص، إذا تاب من الشرك الله يدخل على الجنة. بخاف وهو يعمل كبيرة من الكبائر يموت، راحت عليه. هاي أثر هالعقيدة. ذلك أنت انظر للناس الإباضية، الإباضية في مجتمع يعني تلقى إنه التدين عندهم أقوى. هاي أثر هذا. لكن السني يقول لك يا أخي إن الله غفور رحيم، حطوا له إياها براسه. إن الله غفور رحيم، بيعمل السبعة وذمتها وإن الله غفور رحيم.